تشرفت اليوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجريات قيمة الشرق الأوسط الأخضر التي دعا إليها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث ترمي هذه القمة طبعا إلى حشد الجهود من أجل المضي إلى شرق أوسط أخضر، وذلك بمبادرة غرس 50 مليار شجرة على مستوى دول التي تحيط بهذا المجال. وطبعا كانت الجزائر سباقة في هذا الميدان كما تعلمون، فقد كانت لنا تجربة السد الأخضر العظيم الذي أريد له أن يكون حاجزا بين زحف الصحراء نحو الشمال وبين المحافظة على المناخ وعلى البيئة. وبالتالي فالجزائر تجارب تفخر بها وتجارب يمكن أن تكون معلما من معالم المحافظة على المناخ والمحافظة على البيئة، ونحن قمنا بسرد مختلف هذه التجارب، ويكفينا أننا كنا من بين السباقين في إنشاء هياكل خاصة بالمحافظة على البيئة، خاصة وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي. فكل هذه العناصر طبعا سمحت للجزائر بأن تكون من السباقين في المحافظة على المناخ، بالرغم من أننا لسنا من أكبر الملوثين في العالم، وكما قلنا في الكلمة فإن أكبر الملوثين هم الاقتصاديات الكبرى في العالم، والذين يجب طبعا أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل المحافظة على المناخ والبيئة والمساهمة بالتالي في دعم هكذا مسارات.